السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أنا أحب أرحب بكل الناس اللي بتشوفنا النهاردة، وبتمنى لكم دوام الصحة والعافية يا رب. أنا ظاهر النهاردة لأني عايز أحكي حكاية سريعة قبل قصة النهاردة. الحكاية دي حصلت لي في العراق، وبنوه إن الحكاية دي ملهاش علاقة بالشعب العراقي وملهاش علاقة بعادات وتقاليد الشعب العراقي وتراثه. ده موقف فردي حصل من شخص عراقي. انا ما اعرفش اذا كان ده في الـ اذا كان كذا واحد من العراقيين بيعمل كده او لا، بس ده موقف فردي حصل من واحد عراقي انا حابب النهارده احكيه. زمان وانا حوالي 4 5 سنين كنت في العراق انا واسرتي، وكنت في الشارع وشفت راجل مسك قطه وحطها في قفص حديدي وولع فيها لحد ما اتفحمت تماما. وطبعا القطه فضلت تطلع صيحات مرعبه جدا. انا الموقف كان صعب عليا جدا، وروحت البيت وحكيت لوالدي. والدي ما كانش عارف يبرر لي الموقف او يقول لي ايه ده. قال لي ما عادش تنزل الشارع تاني، لكن تاني يوم قال ان الراجل ده عمل كده في القطه علشان الشارع ده كان مليان قطط، وهو كان معتقد الراجل ده ان لو هو ولع في القطه والقطه طلعت الصيحات دي، القطط كلها هتسمع الصيحات دي وهتهرب من المنطقه. وده فعلا اللي حصل، ان القطط كلها يعني اختفت من المنطقه. لكن بكرر تاني ان ده اسلوب او تصرف فردي من احد الاشخاص. انا معرفش ده يعني ده في معتقدات الاهالي المنطقه دي ولا ايه. لكن اللي حصل لي بقى بعد كده انتوا هتسمعوه في القصه. ولو انت اول مره تسمعني فانا عايزك تروح اوضتك وتهدي الاضاءه وانا هنزل لك بصوت المطر.